اليوم رح نعمل لوكال فالنتاين، واكثر شيء ترندي بهالسنه 2022 بالفالنتاين هو الفيش اي لاينر. خلينا نشوف سوا. نبتدي اي شادو فاتح على كل العين، بنحط البيج، حطينا فونديشن، بنحط الباودر سوفت فوكس ناعم كتير تحت العين، ما بتجمع ابدا، داري سوفت تحت العين بتكون، نحط شوي بالزاوية، والبودر الليبر الأغمق درجة بنحطها على زوايا الوجه، على داير الوجه، ودايما انتبهوا تكون الرقبة نفس لون البشرة. راح اعلمكم اليوم كيف بالباودر وبالبلاش نعمل كونتورينج اهون ما تعملوا بالليكويد. هالمرة راح اعلمكم كيف بالباودر او بالبلاش بنعمل الكونتورينج اهون من ما تحطوا كونتورينج بالستيكس. قلنا دايما بنحط البلاش من فوق، بيبين الوجه مشغول، بس نحط على راس الخد من فوق، حطينا على راس الخدود، حطينا على راس الجبهة من فوق، نحط شوي على الحنك، على الجو لاينز. راح نحط سوا الفيش اي لاينر، راح من هون نبلش من جوا، بنمد الخط إذا شايفين شوي صغير لقدام، صار عنا خط خفيف، وبنفس الوقت بدنا نعمل خط من برا. خلينا نعمل العين الثانية كمان، عملنا خط لجوا، هلا نحن عم نعمل سوا الفيش ايلاينر. بدنا نكون كتير دقيقين وكتير ناعمين ليبين الخط رفيع، وبدنا نسحب الايلاينر من برا. هلا بدنا نسحب الخط انا وياكم لبرا، من تحت بلش من هون من اخر العين، شفتوا وين بلش؟ من اخر العين وبمدها لبرا، نرجع نشوف اخر زاوية العين ومننزلها نزول. شفتوا كيف نزلنا نزول؟ منعبيها ومنمدها، شفتوا كيف عبيناها من هون؟ مننزلها مثل تريانجل خفيف، صارت بهيدا الشكل. هيدا اول ستيب، عملت خط صغير من تحت ليعمل ستريت. دايما نحط الباودر تحت العين لما يطلع لبرا الكحل الأسود. شوفوا كيف رح تسحب العين، بس نحط القلم الأسود من جوا، بنحط من تحت وبنحط من فوق، فوق من الجفن اللي جوا اسود كمان. اوكي سحبت، هلا بس شد الشعر كمان بتسحب اكثر. وبما انه فالنتاين رح نعمل كفي الايلاينر باللون الاحمر، ايلاينر احمر. خلينا سوا كيف كمان بدنا نعمل ايلاينر احمر كمان سوا. رح نبلش نحط
بالزاوية. من فوق الأسود أنجأ رح يكون على الرموش، من فوق أنجأ حيبين خط صغير أسود إذا لاحظته. أنجأ رح نكفيها بالأحمر هلأ، نوصل على الآخر ونطلعها طلوع، ما بننزلها مع الأيلاينر اللي قبلها، نطلعها طلوع تتصير مثل الفش. خلصنا تاني ستيب بالأيلاينر، بعد عنا ستيب وحدة بنخلص أيلاينر الفش أيلاينر. كمان رح نعمل خط من هون وبيطلع هيك لفوق، يعني نبلش بالكت كريز ومنطلعه لفوق. هلا بنعمله سوا، كمان نفوت جوا العين وكأنه الأيلاينر ما حيبين. وبنفس الوقت هيدي آخر العين، الأيلاينر لازم تكون طلوع. هلا كلهم بنسويهم أكتر طلوع، بس نسحب العين تطلع كمان كتير أحلى. هلا الحمرة بده يكون أسود الكونتور، رح نكفي العين الثانية. ما رح ننسى الهايلايتر، الجلوس، الآي شادو الأحمر، إذا نحن سحبنا الشعر طلعنا الشعر لفوق هيك بيصير الأيلاينر ينسحب.